كنتعامل معها بالراحه لان اصلا هي عزيزه عليا، وكانت انا وياها ديما عندنا اتصال مع بعضياتنا، واي حاجه كنفكروا فيها باش غادي نكونوا مقتنعين بها بجوج كيكون عندنا واحد يعني كونتاكت انا وياها. حيت ما قادرينش يخدموا بزاف، ما قادرينش يلبسوا ديك الباسي هذاك الشيء، يعني كل واحد حر في حياته، كل واحد شنو كيعجبه، ولكن الباسي لان فيهم البرودوي الحمد لله الخياطه المعلم الحجار هذا، يعني كل مناسبه كيفاش شنو كتحتاج، يعني كتكون شي مناسبه كبيره كتقدر تلبس لبسه طرو شارجي، كتكون شي حاجه وكتلبسها سامبل، لان كتلبس هي كل شيء، اي حاجه كتجي معاها. تقدر نلبسات من 20,000 درهم حتى 50,000 درهم. ايوا سادي بون، هي لكن الحاجات اللي كتشريهم كاين الحاجات اللي كنكون انا كتعمل بهم شوتينغ وكتردهم لي، ولكن غالبا هي الحاجات كتشريهم. لا ما كنقدرش نقول لان مع بن غنتعامل كتجي ديك بالصدفه، وفنانات كثر تعاملت معهم، تعاملنا مع كثير من الفنانات، ديانا كراسون الفنانه المغربيه مشيده بن كيران، ومع عديد من الفنانه اللي ما قدرتش نذكر اسماء ديالهم في هذه الساعه لان ما وبالنسبه للفنانه دنيا بطمة انا التعامل ديالي معها ما فاتش المرحله ديال العمل لان احنا اصبحنا بحال عائله. انا كنشكرهم بزاف، كل المتتبعين ديالي كنشكرهم بزاف، وانا فرحانه كنت الكوليكسيون ديالي كتعجبهم، وبان هما اللي كيقدروا يشجعونا باش حنا نقدروا نزيدوا اكثر ونعطيوا اكثر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.